جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله في علمكم وعملكم وفي كل أمركم. هناك آمين وإياكم وإياكم وفقنا الله وإياكم. هناك طلب من إخوانك وأبنائك من طلبة العلم ودعاة التوحيد من السودان، وهذا الطلب هو يقولون نطلب من الشيخ حفظه الله تعالى لقاء شهريا وجزاه الله خيرا إن أمكن ذلك. جزرني ذلك، ولكن الارتباطات تشيل بين محبكم وبين يلتزم بهذا، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى لا ندعكم ولا ندع إخوانكم في كل مكان، ونرتب إن شاء الله تعالى. أما الالتزام به شهريا فتحول بيني وبين هذا الارتباطات الكثيرة التي تعلمونها، وأسأل الله جل وعلا يعيننا وإياكم. ولا مانع عندي أن يكون بين الفرصة والفرصة والوقت والوقت والبينة والبينة ترتيب إن شاء الله تعالى للكلام معكم وللتذاكر نحن وإياكم في هذا الباب، ونسأل الله التوفيق للجميع. هناك ثلاث أسئلة شيخ، ثلاثة أسئلة من أبنائكم وإخواني. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أنفع الكتب التي توصون بها في باب الدعوة إلى العقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك وأهله؟ من الكتب المختصرة رسالة جميلة لشيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، عنوانها العقيدة الصحيحة وما يرادها. فأوصي جميع إخوتي وأبنائي أن يقرؤوها، فهي نافعة جدا. وعموما أوصيكم بأن تقرأوا كتاب التوحيد وشروحه، خاصة التيسير وفتح المجيد وقرة الموحدين والأصول الثلاثة والقواعد الأربع مبتدئين، كما ذكرت لكم في التدريج القواعد الأربع الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد مع فتح المجيد مع قرة عيون الموحدين، ثم فتح المجيد، ثم التيسير، ثم بعد ذلك تقرؤون الواسطية والشروح عليها. ومن أنفع الشروح عليها التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية والكواشف الجلية عن معاني الواسطية، وشرح الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وتعليقات شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على العقيدة الواسطية. وبعد ذلك أوصيكم بالحموية، اعتنوا بالحموية فإنها ناقضة لشبه هؤلاء أهل الزيغ والضلال في باب الأسماء والصفات، اعتنوا بها حفظكم الله، اعتنوا بها عناية فائقة، فإن العقيدة الواسطية تقرير لأدلة الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، والحموية في نقض الشبه التي تورد على أصحاب هذه العقيدة الصحيحة، فاعتنوا بها. وهكذا بعدها التدبرية، فإذا حصل العبد ولطالب العلم خاصة قراءة هذه الكتب فقد أحرز الخير الكثير، وقد تمكن في باب الاعتقاد بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يضره بعد ذلك أن يقرأ في الكتب الموسعة المسندة في اعتقاد أهل السنة والجماعة مثل اللالكائي وغيره، مثل اللالكائي وغيره. وأنا أمثل باللالكائي لأنه من أواخر هذه الكتب وأجمعها وأوضعها وأوعدها. فالاعتناء بهذه الكتب التي ذكرتها أولا يسهل على الإنسان فهم الآثار والنصوص الواردة في تلك الكتب الكبار، فأوصيكم بهذا معشر الأحبة. نعم. يقول: ما حكم الصلاة خلف أئمة الصوفية أو في مساجده؟ لا شك أن الصوفية لا يطلق الحكم حكما عاما على الجميع، فمنهم من بدعته غير مكفرة ومنهم من بدعته مكفرة، والجواب بالعموم أنفع من الله، سواء الصوفية أو غير الصوفية، كل من كانت بدعته مكفرة فلا تصح الصلاة خلفه، فمثلا عباد القبور لا تصح الصلاة خلفهم، والذين يطوفون بالقبور لا تصح الصلاة خلفهم، والذين يسألون الملائكة يدعونهم دون الله جل وعلا لا تصح الصلاة خلفهم، والذين يدعون الناس إلى الذبح عن القبور ويحسنونها لا تصح الصلاة خلفهم، لأنهم لا، هؤلاء مشركون. وهكذا الذي ينكر أسماء الله وصفاته لا تصح الصلاة خلفه،
وهكذا الذي ينكر الصفات الثابتة لله جل وعلا لا تصح الصلاة خلفه إلى غير ذلك. وأما من كانت بدعته دون ذلك فهؤلاء تصح الصلاة خلفه، على القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. فالجواب العام أنفع لكم معذرة أحبة، وأنتم أعرف بمن هو في بلدكم، وهذا يصلح لكل أحد يعرف من هو في بلده من الصوفية أو غيرهم. فمن كانت بدعته مكفرة لم تصح الصلاة خلفه، ومن كانت بدعته ليست بمكفرة تصح الصلاة خلفه، وإن كان الأفضل أن لا يصلى خلف المبتدعة. نعم. يقول شيخنا حفظكم الله، نريد منكم كلمة توجيهية ونصيحة للشباب السلفي بالسودان وغيرها من البلدان الذين يرقبون وراء وخلف مشايخ الشبكة العنكبوتية وتركوا العلماء الكبار والرجوع إليهم في الصغيرة والكبيرة، وركضوا وراء مشايخ النت الذين فرقوا الإخوة السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها، وقللوا من قيمة العلماء في قلوب الناشئة وربوا الشباب على أنفسهم، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ الحمد لله. أظن أن الجزء الأخير في هذه الكلمة هو جواب هذا السؤال، فيغني عن الإعادة، فقد بسطت القول فيه. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم، وتقبلوا سلام إخوانكم وطلابكم من السودان، بارك الله في علمكم وعملكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سلام ورحمة الله.